ومن كرم الله تعالى على المريض ان يجري له الاجر والثواب على اعمال لم يعملها ولكن كان يحافظ عليها قبل مرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. من اخطاء بعض المرضى انهم لا يعتنون بكتابه الوصيه مع خطوره المرض. ويكون عنده اشياء يخشى عليها. يخشى من ضياعها. حقوق الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري. والدعاء من أعظم أسباب دفع المرض، قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. ولذلك لا يصح تركه. وفعل المعروف مما يعالج به المرض ومداواة المرضى بالصدقه صحيح وقد خرجت للحاكم مصنف المستدرك في الحديث رحمه الله قرحه في وجهه فعالجها بماء للسبيل اوقفه فبرئ واستفتى رجل ابن المبارك عن عله في ركبته فامره بالصدقه فبرئ وينبغي احسان الظن بالله ورجاء رحمه الله والفرج منه سبحانه وتعالى وينبغي على الاطباء وعلى الذين يعوذون المريض ان ينفسوا له ويؤملوه بالشفاء مهما كان مرضه خطيرا والله على كل شيء قدير ولو ان الموت نزل به فانهم يسعون لتلقينه الشهاده بوسيلة وطريقة سهلة بحيث لا يضجروه ويذكروه بالرجاء وقد قال عليه الصلاة والسلام قبل موتي بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيل عثراتنا وأن يعافينا في أبداننا وأموالنا وأولادنا وأن يقينا الشرور والآفات، وأن يحفظنا بحفظه، إنه خير حافظًا، وهو أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد.